اسمي عزاد أنور، ولادتي 1964، عراق كركوك، متزوج وعندي 3 أطفال، بنت وولد 2. بديت حياتي طفولتي بكركوك، وأول ما بديت بالفن مشاركاتي بالمعارض المدرسية ومشاركات مدرسية، وكان مستواي أقل الأعمال الفنانين القدامى المشهورين، وشفت نفسي في النحت والرسم وأعمال فنية أخرى، أعمال يدوية. كنت بالابتدائية بالصف الخامس والسادس الابتدائية شاركت بأعمال فنية بالنحت بالرسم، وكان مستواي بالمدرسة جيد، وساندوني مدرسين ومعلمين في مجال الفن خاصة الرسم والنحت، وكنت أجيب الأول دائما على المدرسة في مجال النحت، وأعمالي كان في مستوى جيد، ومشاركاتي دائما أشارك في معارض المحافظة، وعلى مستوى المحافظة يأخذون لوحاتي، ودائما إحنا من نبدي بشيء لازم نعتمد على مجموعة مساندات، وكان بوقتنا لا كان في انترنت ولا يوتيوب ولا شغلات، نعتمد على نفسنا 100%. المدرس كان يساعدني ويساندني ويشجعني، والوالد والوالدة دائما يساعدوني ويشجعوني، وبالمعنويا وبالمواد وبالشيء اللي انا اريد يشتروا لي وانا اشتغل بيها. وأنا شفت نفسي أقدر أقلد الشيء التراثي، منحوتات القديمة وآثار القديمة، كنت أقلدها دائما، أشوف مستواي جيد بالنحت أكثر من المجالات الأخرى. كان لي أعمال كثيرة موجودة، وصل أعمال إلى 30 لوحة وقطع فنية. شفت نفسي أقدر أختم على شخصي، ورحت على نقابة الفنانين كركوك، ساندوني بأول معرض شخصي بكركوك 1984. استمريت بالفن، وعندي 13 معرض شخصي في جميع أنحاء العراق، كركوك، بغداد، سليمانية، أربيل، دهوك، ثاقو، بنجوين، كثير من المحافظات، بصرة، عندي أعمال بيها، وشاركت ودرست أكثر شيء أكاديميا على مستوى الفن، ووصلت للمستوى كي أعمل منحوتات شخصية كبيرة أو حسب الطلب اللي يريدون عندي أنا أسويها، مثلا أي شيء حسب التخطيطات وحسب التوجيهات أقدر أعملها ومستوى جيد. كان في أعمال في أربيل، عندي 3 أعمال كبيرة، طبعاً الأعمال الكبيرة ما تستطيع وحدك تعمل بها، لأن يريد وقت أكثر وتعب أكثر وجهد أكثر، لازم الفنانين يشاركون في عمل فني كبير. أنا شاركنا وعملنا في منحوتات في أربيل بحجم 5.5 أمتار لبنت التبان في مدينة أربيل، وخشي دبابان شاعرة عن 5.5 أمتار، وشاركت بالتمثال الحرية 9 أمتار مطار أربيل،
هاي أعمال موجودة عندي، أعمال كركوك وشاركت بأعمال سليمانية. والله أنا حسب الجهد اللي أبذله وبالعراق كنت رئيس جمعية نحاتية وسيرامي كركوك، كان عندي موقع خاص وعندي ورشة وعندي هيئة نشتغل بها، وعندنا نفتح دورات تعليمية للفن النحت، وكان عندنا تلاميذ. 9 سنوات كرئيس جمعية نحاتي وسيراميك كركوك، وفتحنا كثير من الدورات، لا أذكرها بالضبط كم دورة، بس كان في عندنا دورات كثيرة ويتعلمون فيها ويستخرجون فيها، وعندنا طلاب عندهم معارض وعندهم يعني صاروا فنانين. والله خبرتي معايا، ويعني احنا مثل ما يقول شيء جماعي، دائما احنا واحد ما يقول يعني عملت هذا وعملت هذا، دائما احنا نعمل شيء جماعي ومجموعه اساتذه، مجموعه فنانين، مجموعه مشاركين بالاعمال. والله اطفالي يعني يحاولون وياي، دائما انا اشجعهم اقول لهم يعني يابا انا بعد كبرت لازم انتم تستمرون تاخذوا مكاني بالعمل وبالفن، هم ما يقصرون يشتغلون دائما يعملون. ولوحاتي دائما الباك جراوند العراق، نحن شلون كبرنا وشلون افتحنا عيننا على الآثارنا وعلى حضارتنا وعلى آدابنا وعلى مجتمعنا. دائما نحن مثلا هسه اللوحات الموجودة عندي الأبواب قديمة كتراث، نحن نشوفها دائما بغداد، كركوك، أربيس، موصل، هاي الأبواب اللي حدثة باقية من عصور قديمة، باقي نماذج من عندها، في مفردات موجودة على الباب. الفن التشكيلي فن جميل جدا، دائما يتخلل الإبداع. هذا الفن يتطلب من عندنا أنه احنا نركز بيه حتى نعرف معاني وتفاصيل اللوحات اللي يرسمها الرسام. أزاد أبدأ وحتى في أرض الغربة، خلينا نشاهد تفاصيل القصة أكثر. فن نحن وين ما نكون نحن نعبر عن ذاتنا وعن مشاكلنا. والله أعمالي موجودة حاليا، لوحاتي ومنحوتاتي موجودة حاليا أكريليك ومنحوتات جبس حاليا، لأن مواد اللي أشتغل بها لأن حاليا ما متوفر. مثلا أنا كنت بالعراق أشتغل بالفايبر جلاس ومواد أخرى برونز، حاليا هاي المواد أنا يعني ما أقدر ما لا استطيع اوصلها ولا استطيع هذا، الا مواد جبس سهله العمل موجوده ومتوفره ورخيصه. والله قمت بعمل الفنان صلاح داوده كنحت، وفنان مطرب علي مردان سويت نحت، وسويت خورشيدة بابان شاعره، وال بنت الدبان، ونصب الحرية، وأعمال كثيرة عملت. إحنا كفنان دائما ندافع عن حقهم بنعبر بلوحاتنا وبالمنحوتاتها، دائما ندافع عنهم عن حقوقهم أكثر شيء. ومنحوتاتي موجودة، وكثير من منحوتاتي معبرة عن حرية المرأة. عندي 13 معرض شخصي بالعراق كله، ومشاركات يعني فوق 100-125 معرض أكثر يعني مشارك بيها، وما عدا مشاركات مدرسية ومشاركات جماعية ومشاركات غير ما مسجلة عندي، ما عندي مثل شهادات تقديرية يعني هذا موجودة عندي فوق 100 مشاركة جماعية مشاركة بالمعارض. مرات الأشياء البسيطة تخلينا فرحين جداً إنه إحنا نحاول نقدمها للآخرين. الموهبة اللي موجودة عند آزاد موهبة مهمة جداً، طورها
واشتغل على نفسه وقدر يحقق أهدافه وطموحه. مرات المواقف الصعبة تصنع من عندنا إنسان ثاني، هذا الإنسان يكون قادر وقوي على تحقيق أهدافه وطموحه. أغلب الفنانين التشكيليين هم مبدعين ويحاولون يوصلون صورة جميلة عن الفن، أكيد إحنا نتمنى لهم كل التوفيق. خلينا نشاهد تفاصيل القصة أكثر. الفنان اللي دائما يريد يشوف الفنانين واعمال فنيه بقيه الدول، خاصه الفنانين الكبار بايطاليا، خاصه فنح بايطاليا او اي دوله مثلا منحوتاته مشهوره موجوده بها، يعني طموحات الفنان يريد يوصل لهاي المواقع يشوفها بعينه، يعني من القريب واقع عين يشوفها. والله أنا قبل ما أفتح معرض يعني إجوني ألمان أخذوا صور لوحاتي، يعني ورا متى رحت على الدائرة أشوف لوحاتي معلقة على الحائط، سألتهم قلت هاي لوحاتي ليش معلقة هنا الفوتو، قال والله معجبين بلوحاتك وتعبيرك وهذا. قلت أنا بعد ما فتح المعرض شلون تعلقون اللوحات هنا، يعني حيل معجبين بلوحاتنا وبالأعمالنا يعني كعراقيين. الفن ليس بالدرجات، الفن حسب الموهبة الموجودة بداخلك وبإيدك وتعملها. نحن دائما أعمالنا اختلاف كبير، نحن نعمل في لوحة في روح في حيوية في طموح في تعب في مواجهة للحياة في طلب حقوق، يعني كثير في معاني. أكيد مشاهدين الكرام الإنسان موجودة عنده نقطة قوة مهمة جدا، لازم يعمل على هذه النقطة وأيضا يحقق أهدافه من خلال هذه القوة اللي موجودة بداخله.